الفخار ده هو حياتنا كلها يعني. ممكن انا انتج مثلا كل يوم 100 جله ما بتنزلوا على اي حاجه بارده بطج. كفر محمد جويش تصميم اصلا صناعه الفخار. تعلمت المهنه دي وانا عمري 8 سنين 9 سنين فتعلمتها واشتغلت الحمد لله يعني فضل من ربنا. اخواتي كانوا معايا ووالدي الله يرحمه كان معايا وعلمني والحمد لله يعني تمشينا. ولجوده الفخار من يعني احنا بيجينا من جميع المحافظات بياخدوا من عندنا من هنا بيجينا من البحيره وبيجينا من مصر وبيجينا من الفيوم وبيجينا من المنيا. جوده الصنعه اللي بيميز الفخار جوده الصنعه والمعامله لما تكون كويسه الكل بيجي لك لما يكون في معامله كويسه الكل هيجي. واشتغلت فهو اشتغل معايا فتره وتوفى توليت المسؤوليه عن اخواتي ووالدتي والحمد لله يعني كل واحد دلوقتي في مكانه يعني كل واحد له فخوره برضه شغال فيها. وليا اخ اللي هو الاصغر منا شغال في بيض محرمه بيجيش الفخير هو مالوش فيها. كل ذكرتي حلوه فيها ان شاء الله يعني ما الحمد لله يعني انا ما اشتغلتش في اي مهنه غيرها والحمد لله ذكرتي معاها كويسه جدا يعني ما تاثرش بحاجه الحمد لله. بدايه الفخار يا سيدي مرحلته دي ترابه صفراء احنا بنجيبها وبنحطها في المبله بنخمرها بنصفيها بتطلع في المصطح بتقعد من 4 أيام لخمس ايام بنجيبها من بعد كده بتتشقق بتخرط هي لوحدها كده بنجيبها بندخلها الفخوره جوه بنحطها في الماكنه اللي هي بتاعت اللف وبنعملها عندان. بنجيبها بقى المكنه دي مهمتها انها بتدرب التين كله في بعضه زي مكنه الفرن كده بتفرم التين كله في بعضه وبتعمل لنا عمدان. احنا بناخده بنصنع منه جلل بنصنع منه زيار بنصنع منه كلامن بنصنع منه اي حاجه من الفخار احنا بنصنعها منه. احنا كنا بنصدر في الاول كان بتطلع استراليا وكان بيطلع زيلندا دي كنا بياخدوا منها من هنا شغل. وفي طلعت من هنا حوات السعوديه راحت السعوديه. النسبه دي امكانيات ممكن ان انا انتج مثلا كل يوم 100 جله في غيري ممكن ينتج اكتر في غيري ينتج اقل دي حسب امكانيات المعلم اللي بيشتغل يعني ممكن تخش لها في مليون قطعه واكتر من الانتاج. طورنا فيه لان كان يعني الحجم ما كانش زي كده طورنا فيه مع الشغل احسن وانظف والطينه برده بتساعدنا وبنشغل بنحاول نطور فيه وعملنا بكولمان غير الزير عملنا مثلا في حاجه تانية غير الجله بيبقى فيه شاف كده برضو بنشتغله والديل الميه برضو حلو جدا. وبعدين احنا عندنا هنا يعني بنطور في كل حاجه احنا بنشوف الحاجات اللي بتقف معانا شويه في نوع بريح بنطلع نوع تاني بتروح جايبها دهنا شويه زيت بعد ما نشف من الميه بتروح دهنا شويه زيت او حته سمنه بعد ودهنها فيه وتستعمله. في استعماله ان هي لما تكون الطاجن على النار وهتطفي عنه ما تنزلوش على حاجه بارده ما بتنزله على اي حاجه بارده بطج. بدايه تحميص الفخار احنا بننشفه وبنحطه في الفرن. الفرن بياخد له 100 قطعه 150 قطعه حسب الفرن ماشي. اما بياخد له 70 زير من دول ال 70 زير ممكن يصفوا 50 وال 20 بيطلعوا هالك ماشي. انا ما بحط 100 جله بيطلع اقل حاجه فيها 30% فادي سبب ان احنا يعني بنقول مثلا دي ب 3.5 دي مثلا ب 32 دي مثلا بكذا عشان توفي فين التكلفه بتاعتها. يعني انا لما بجيب نقل التراب بتكلفني شيء شويه وشويه اجي اصفيها اجي اشتغلها اجي لما انا ما ابيع وكده وما يطلعش فيها هالك ده مش مستحيل ان يطلعش فيها هالك. وجهه نظري ان الفخار ده هو حياتنا كلها يعني الفخار ده وحياتنا اللي يعني احنا عايشين عليه ملناش اي مهنه ثانيه غيرها. احنا عايشين على الفخار جواز عيالنا منه مصاريف عيالنا منه علام عيالنا منه يعني احنا كلنا عايشين عليه. ستاتنا بتيجي وعيالنا بيجوا وكلنا بنشتغل فيه يعني ان احنا ملناش وظيفه ولا مهنه غير دي. اكل عيشنا وعيشتنا وفتح بيوتنا وبيوت عيالنا منها ما بنشتغلش اي شغلانه ثانيه. يعني ابويا توفى عمره 80 سنه وكان شغال فيها وطلعت لقيت ابوه شغال فيها يعني من ازيل الزمن شغالين فيها الصنعه دي ومهنه قديمه جدا جدا يعني. بالنسبه للفخار احنا كفر محمد جويش ده تصميم صناعه الفخار فاحنا بنورد يعني لمصر
داخل محافظات مصر بالكامل بتروح من مصر من هنا لما من الشرقيه لحد السودان يوصلها شغلنا. يعني بتيجي ناس من اسوان بتاخد شغل من هنا، وبتيجي ناس من الفيوم ومن الجيزه ومن مصر ومن البحيره بياخدوا شغل من هنا. فاحنا في كفر محمد جويش تصميم اصلا صناعه الفخار.